أقل شيء واجب علينا مفروض علينا نعملوه لزميلنا ألا الوقفة هذه ألا هي شدوم ساعة من زمان كل واحد يشد يخدم على روحه والجهات احنا اللي علمناهم برعاية من عماد المهندسين ألا هي تلم الناس كل ولذا معناها ماذا بين الوقفة هذه يلزم عندها امتداد وامتداد قوي لأن السكتور القطاع متاع الهندسة في تونس قاعد مهدد معناها في الصميم واللي صار على سي عبد الكريم ينجم يصير على أي واحد في أي بلاصة حتى في الفلاحة ولذا يلزمكم تكونوا هي فرصة معناها في السراء والذراء كيما نخدموا كيما قاعدين معناها نجتهدوا وكيما قاعدين معناها احنا مسخرين لخدمة البلاد هذه وبرشا منهم متهمين اون بلوس ولذا يلزم تكون معناها وقفة حازمة وهي فرصة للتضامن ما بين القطاع الهندسي. كهي قطاعية للتجهيز والبيئة ونمثلوا عمادة المهندسين بالطبع وانا ديما نقول راهي عماده المهندسين هي المظله اللي ظل معناها تحتها جميع المهندسين بالطبع الوقفه هذه معناتها تدل على انه فما تضامن مع زميلنا فهمتي ولا وعماده المهندسين كما قلت معناتها وقفت مع زميلنا وعينت له زوج محامين واحنا باتصال مباشر مع المحامين يومين بالطبع وحنا نقولوا ربي ينصر الحق على كل حال واحنا اللي قلنا راهو زميلنا هذا معروف عليه النزاهه فهمتي ولا والعمل ومشهود بالكفاءه نتاعو اتبقى فهمتي ولا كما قال سيمونير معناتها طريقه الايقاف نتاعو تشوبها عديد معناها الاخلالات. جمعيه القضاة هبطت تبين تقول احنا خايفين من الضغوطات اللي مسلطه على قاضي التحقيق اللي ما نتصورش احنا من المهندسين باش نعملوا ضغوطات ولا باش نعملوا مشاكل. اليوم القضيه باش تتسيس، السوبر او زميلنا عنده فوت دو جيستيون، اما كان سيست مسكين على حسابه هو على حساب صغاره، معناها باش يعملوا بها حمله انتخابيه، هذاك مش معقول، احنا اليوم راه مش ضد القضاء، خليه يتحاسب يا سيدي، اما راهي تسيست. حب الوقفه هذه تكون انطلاقه فريمون تاع اتحاد فعلي للمهندسين معناتها والتفاف حول العماد نتاعهم، راهي هذيك هي المظله اللي مش تلم الناس الكل. التنميه في البلاد تمر حتما بالمهندس. وقت المهندس واكل العصا، وقت المهندس معناها ماهوش لاقي بلاصته، وقت المهندس معناها قاعد الله اعلم في اي دشره وفي اي تركينه، قاعد يخدم من الفجر حتى الليل واجتماعات والله اعلم، وشنو هي الاليه اللي قاعده تدور غادي والضغوطات من لي فورنيسور والضغوطات من الزملاء ومن عروفاته ومن السلطات المحليه والجهويه، راهو معرض باش يغلط، ومش معناها احنا القاعده اللي نعرفها الكل معناها انصر اخاك ظالما او مظلوما، مظلوم متفقين فيه. لكن الظالم احنا بيدنا على مستوى عماده المهندسين ثم مجلس تاديب معناها وهنا باش ترقى بالمهنه وباش ترقى المستويات وباش زاد نوعر واحنا اتونسيون ما تحط القلم في يدك وباش تبصم ثبت المهندس بطبيعته خدام ديما بين الاوراق ديما في الشانتي ما ينظرش لعلى اليمين لعلى اليسار وهذا يعني بحكم تكوينه بحكم معناها ممارسته اي بحكم مسؤوليته معناها تشوفوا انتم بعد الثوره من 2011 شكون القطاع اللي ما طالبش بحقه هو المهندس لانه يخدم ما وقفش التنميه في البلاد لازمنا نقولوا يزي نقفوا مش ديما الضرب على في ظهوراتنا وعلى روسنا وعلى ساقينا وعلى ايدينا فهمت؟ يلزمنا ناكلوا لرواحنا وهذا ما يكون كان بالتضامن الدايم والمتواصل فهمت؟ والعماده واقفه في المجال هذا وما هياش باش ترمي المنديل ساتواصل وساتواصل وساتواصل فهمت؟ وبمعاذبكم انتوما رانا راو كي تشوف معناها المنخرطين في العماده 70,000 معناها تقول معناها هذا شعب كامل انا نشوفه ونقترح لازم هيك الوزاره هيك المعنيه هي اللي تبت في الموضوع هذا واذا فما شبهه فساد والحال هي تحيل القضاء مش مباشره فما قضاء ويكون فيها اختصاص اداري تقني بحث
وتبدا الامور ماهيش واضحه، وخاصه فيها جمله نتاع الاجتهادات اللي تجم تهز الملف الاتجاهات مخالفه تماما لما هو موجود. الارتباك اللي وقع يهم في حد ذاته طريقه الاقتحام الاداره الجهويه بجندوبه، وطريقة القبض أونتر جيومين نقولها القبض بدون أي أدلة أو تصريح رسمية، لأنه السيد كان ينجم تتصل به تقوم بالاستدعاء من غير المقبول أنه يوقع مسك أو قبض على مواطن، خاطر قبل كل شيء هو مواطن ماهوش أي شخص، هو موظف. وقع اعتداء على الإدارة الجهوية، وقع اعتداء على موظفين في الإدارة الجهوية بالسب والشتم والفاظ نابية. لهنا راهو المسألة ما تهمش المدير الجهوي بقدر ما تهم كافة أعوان التجهيز.